السلام عليكم خوتي خواتاتي، بغيت ندير لكم واحد الفيديو خفيف على الأثمنة ديال الزيت والحليب. شوفوا الحليب هنايا تيدير 8 دراهم، ها هو اي طرو ديال الحليب نوع مزيان تيدير 8 ديال الدراهم. هذا الحليب اللي ناقص شويه من بحالو، غير ناقص شويه من الفات، ناقص من الدهنيات، داير 71. راه نمشيو دابا للسكر. السكر داير غالي شويه، نقولو 8 دراهم الكيلو غيكون غالي شويه. الفورس داير 4 دراهم الكيلو، هذا الفورس. غنمشيو دابا للزيت. الزيت عندنا هاد القرعه ديال نوار الشمس، ها هي غادي نجبدها نحطها هنا. هادي ديال نوار الشمس شحال دايره؟ دايره 11 درهم، 11 درهم لليتر. وكاين هاد الزيت هذا ديال الكركاز، ها هو هذا صحي على هذاك الاخر، هذا ديال الكركاز تيدير 9 10 دراهم، نقولوا 10 دراهم، 10 دراهم قال سانتي. يعني الفرق ما بين البلاد وهنا يعني سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نتمنى من المسؤولين أنهم يحافظوا علينا شوية. كنشوف بأن الأثمنة خيالية في المغرب، ونتمنى من الله انه يهديهم علينا ويهديهم على والدينا. راه باقي عندنا والدينا تما، باقي عندنا يعني الحباب والخوت يحاولوا يتكيسوا علينا شويه في الثمن، وعلى الاقل ينقصوا شويه، يحاولوا ينقصوها شويه ولا ما يزيدوش. لما بغوش ينقصوها ما يزيدوش، 10 دراهم بزاف. ما بغيتش نبقى نصور لكم مواد غذائيه كامله، اقتصرنا على الزيت الخوت. هذا كان فيديو صغير على قبل الزيت، حيت بالنسبة للشركة اللي زادوا 10 دراهم يعني حشومة وعار. نتمنى ان الفيديو تكون عنده واحد الرسالة ان شاء الله، لما المسؤولين يشوفوه على الاقل يحاولوا انهم يديروا مقارنة ما بين المانيا. يعني المانيا بنادم اللي كيشت اقل واحد كيشت 1.5 مليون ولا 1.3 مليون فرنك، هذا اقل واحد يعني كيبيعوا لي الزيت اقل من 10 دراهم. وشي واحد اللي ما عندوش حتى خدمه ما لاقياش كتزاد عليه 10 دراهم. سمحوا لي بزاف على هذا الفيديو هذا. انا معكم حسن، اخوكم من المانيا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.